هنبدأ فقرتنا الجوية بدرجات الحرارة في العواصم والبلدان العربية. هبدأ معكم بالتحديد من العاصمة القاهرة واللي بتصل فيها درجات الحرارة العظمى اليوم 32 الصغرى 19، الرياض أيضا بتصل فيها درجات الحرارة العظمى إلى 26 والصغرى 18، أبو ظبي 27 24، وتونس بتسجل أيضا العظمى 24 والصغرى 13، أما الرباط تصل فيها درجات الحرارة العظمى 19 والصغرى 12، وبيكون الطقس بارد نسبيا. أما عن العواصم العالمية هنبدأها من لندن واللي بتشهد طقس بارد وبتسجل فيها درجات الحرارة العظمى 13 درجة وبتصل فيها أيضا درجات الحرارة الصغرى 8 درجات، باريس 14-9 وموسكو بتسجل العظمى 21 الصغرى 12، أما عن واشنطن أيضا بيكون درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10، وبكين العاصمة أيضا بتسجل العظمى 16 والصغرى 7. بعد ما تعرفنا على درجات الحرارة في معظم البلدان والعواصم العربية والعالمية نستكمل معكم باقي فقرة صباح جديد.